السلام عليكم، مرحبا فيكم في فيديو جديد. هذه ردة فعلي للتريلر الجديد لإضافة Elden Ring Shadows of the Erdtree Tree. أنا تقريبا خلصت تختيم أو شو اسمه الشخصية الجديدة اللي بلعب فيها الإضافة. تقريبا بقى لي مالكث، موغ، ميلينيا، غودفري، ورادغون، والألدن بيست، وخلص. أنا ما أدري، ممكن أخلي موغ ولعب وقاتله أول ما تنزل الإضافة عشان أدخل على طول الإضافة. أحس بتكون حركة ممتازة. يلا 3 2 1 here we go. بسم الله. أوكي. بيجي 16. بيجي 16. موسيقى اوريدي. Nicola the kind spoke of the beginning. The seduction and the betrayal. Nicola the kind. هذا ميكيلا من الشعر، اتوقع هذا ميكيلا. An affair from which gold arose. اوه التريلر الفخم مرة. فكرت أنا بيكون إن جيم. هذه ممكن تكون ماركا. What followed was a war unseen. أوه هذه البداية. One that could never be put to song. A purge without grace. Mesmer. Or honor. The tyranny of Mesmer's flame. من هذا أو هادي؟ في هذا شفناه في التريلر الأول. أوكي، يحارب مزمر. بس لا في اكثر. So kindly Mikula would abandon everything. هذا يقول ان الروين حق ميكيلا. The great ruin. His golden flesh. His blinding strength. Even his fate. هذه سين ترينا اللي الكل يقول ان هي نفس ميكيلا، نفس شو اسمه شخصيتين في شخصية واحد، نفس ماركا وادغرام. دول اتباع ميكيلا يعني. اوكي مرة متحمس أنا للإضافة، ما بقى شيء، شهر بس. طبعاً الإضافة تنزل يوم عيد ميلادي بعد، أحلى هدية عيد ميلاد. أوكي وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى أن الفيديو عجبكم. إذا عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات. بإذن الله أول ما تنزل الإضافة بلعبها، وإن شاء الله بأشوفكم في الفيديوهات الجاية. مع السلامة.